ونتحول الآن إلى أهم أنباء الطقس. ووقفة أخيرة مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك دينا. شكرا لك ريهام. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 27، الصغرى 20، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-17، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 27-18، السويس 27-19، العريش 25-20، طابة 26-21، شرم الشيخ 29-24، الغردقة 30-21، الأقصر 31-18، أسوان 32-19، الوادي الجديد 31-15، شلاتين 32-23، وأخيرا حلايب 30-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.